قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل أطلقت صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق، ما أسفر عن بعض الأضرار المادية. أضافت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها. من مدينة كوفنتري البريطانية معنا رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. حول هذه الاستهدافات الإسرائيلية، ما المناطق بالتحديد التي تم استهدافها، وإذا كان هناك أضرار مادية أو بشرية؟ نعم، صباح الخير. طبعا للمرة الثانية خلال 48 ساعة ذات المنطقة تستهدف، وأيضا في ذات المنطقة وهي منطقة يبرود في القلمون على بعد أقل من 20 كيلومتر، وهذه المنطقة اليوم التي استهدفت فجرا هي تبعد أقل من 15 كيلومتر عن الحدود اللبنانية. هو مستودع سلاح لحزب الله اللبناني في جبال القلمون، جرى تدميره بالقصف الإسرائيلي، ولا معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية، بينما الخسائر المادية حققت إسرائيل هدفها من هذه الغارة ودمرت المستودع بشكل كامل. والواضح بأن إسرائيل عادت إلى ما كانت عليه قبيل 4 أشهر، أي سياسة تدمير المستودعات، بعد أن توقفت لأشهر عن تدمير المستودعات واستعاضت عنها بقتل مستشارين إيرانيين وقتل عناصر من حزب الله اللبناني. ولكن اليوم من 48 ساعة عادت الكرة باستهداف المستودعات السلاح التابعة لحزب الله اللبناني. لماذا التركيز على تلك المنطقة؟ لأن هذه المنطقة هي تعتبر مخزون سلاح كبير لحزب الله، وهي قريبة من الحدود اللبنانية، وهي يوجد فيها ممر لنقل السلاح من داخل المستودعات داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية. يعني المستودع الذي دمر قبل يومين، بحسب المعطيات والمعلومات التي لدينا، كان هناك تحضير لنقل هذا السلاح باتجاه الأراضي اللبنانية، ولكن إسرائيل على ما يبدو كانت لديها هذه المعلومة وقامت بتدمير هذا المستودع قبل أن ينقل السلاح منه. واليوم تدمير المستودع الذي الثاني، على الواضح بأن إسرائيل بات لديها المعلومات الكاملة عن وجود سلاح حزب الله في هذه المنطقة. لذلك يعني نجحت إسرائيل أول أمس ونجحت اليوم بتدمير مستودعات سلاح حزب الله في ذات المنطقة. المستودع القديم يعني الأول أمس والمستودع اليوم لا يبعدون عن بعض سوى بضعة كيلومترات. ما الإجراءات التي تتخذ والتحركات عادة بعد أن تستهدف إسرائيل منطقة في سوريا، خاصة إذا كانت تحوي مستودعات للأسلحة؟ هل يتم نقل الأسلحة من مستودعات أخرى إلى مناطق أخرى؟ هل تجري الفصائل أي تحركات؟ لا يوجد إمكانية على الإطلاق الآن لدى حزب الله لنقل السلاح من مستودع إلى مستودع آخر، لأن حزب الله بات على دراية كاملة بأن هناك عملاء، ونعيد ونكرر، عملاء لإسرائيل على الأرض يراقبون تحركات حزب الله ويعطون الأحداثيات لحزب الله، ليس فقط طائرات الاستطلاع هي التي تراقب حزب الله. لذلك حزب الله الآن هو مسلم للأمر الواقع بأن سلاحه في هذه المنطقة مخزن، قد تعلم به إسرائيل وتدمره، وقد لا تعلم به إسرائيل، ويقوم بنقله في وقت لاحق إلى داخل الحدود اللبنانية.